من دون أدنى شك أن التصعيد الحالي هو الأخطر منذ حرب 2006، منذ حرب تموز. هذا التصعيد الخطير من الجانب الإسرائيلي بصورة خاصة ينذر بإشعال حرب، طبعا بين ليس فقط بين إسرائيل وحزب الله، في كل الأحوال إسرائيل تتعامل مع لبنان وكأنه حزب الله كله من دون أي تمييز، وهذا ما قد يقود إلى حرب ربما شاملة عبر الحدود، وربما تدخل قوى أخرى في هذه الحرب، وخصوصا إذا قررت إسرائيل حكومة بنيامين نتنياهو محاولة القيام بأي غزو في اتجاه الأراضي اللبنانية. الوضع خطير للغاية، وهذا التصعيد يبدو حتى الآن وكأنه يتجه نحو الخروج عن السيطرة، وفي هذه الحال طبعا ستكون المخاطر جسيمة، وستكون هناك محاولة إسرائيلية لتحويل لبنان إلى غزة ثانية بحسب ما حذر الأمين العام للأمم المتحدة خلال الساعات القليلة الماضية، وهذه التحذيرات نراها تتواصل على كل المستويات الدولية والأمريكية. الولايات المتحدة على الأقل من الناحية العلنية تقول أنها تسعى إلى وقف إطلاق النار عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل، وتعرف وتدرك أن وقف إطلاق النار يحتاج أولا وقبل أي شيء آخر إلى وقف إطلاق النار في غزة. هذا المسعى الأمريكي فشل حتى هذه اللحظة، وهذا الفشل ربما يعني الكثير، وربما يعني أكثر من أي شيء آخر أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ربما قررت خوض مغامرة معقدة وصعبة مع لبنان في إطار هذه الحرب، إذا سميناها الحرب، لا أعرف إذا كانت تحولت بالفعل إلى حرب. هي فعلا يعني على ما يبدو أن انزلقنا إلى حرب فعلية، يعني من دون أدنى شك أن هذه الهواجس والمخاوف موجودة لدى المجتمع الدولي. رئيس الوزراء الإسرائيلي يهدد ويحذر ويطلق كل هذه التصريحات التي يقول فيها هو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين أنهم يريدون تغيير الواقع على الأرض، ويريدون إرساء معادلة جديدة تعيد سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم بحسب ما يقول. وفي المقابل طبعا قيادة حزب الله أعلنها الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله بأن هذا لن يحصل. وأمام هذه المواقف يمكن أن تنزلق، يعني التصعيد يمكن أن يصل إلى حد الحرب الشاملة، ويعني ذلك إمكانية جدية لخروج الوضع عن نطاق السيطرة.